يعني الآن مثلا النفط العراقي الذي كان يباع إلى تركيا عبر وجهان، هل تعلم سيدي أن كان معظم يذهب إلى الكيان الصهيوني؟ هل تعلم أن النفط العراقي في السنوات الماضية كان يذهب عن طريق تركيا إلى الكيان الصهيوني؟ كانت أكبر مورد للنفط إلى الكيان الصهيوني. هذا يعني هذا يجب أن يكون واضح للجهات العراقية، بالإضافة إلى موضوع تكاليف الأنبوب وكلفته والجدوى الاقتصادية منه. الكلفة دكتور عامر من 9 مليار. دكتور عامر قبل لا تتحول على الكلفة، عيد لي هاي المعلومة أرجوك، يعني النفط العراقي يذهب إلى الكيان الصهيوني عن طريق منه؟ هذه المعلومة المهمة التي يجب أن يعرفها العراقيين، بأن النفط العراقي الذي كان يذهب عن طريق كركوك إلى جيهان عن طريق تركيا كان يذهب إلى الكيان الصهيوني. كانت تركيا أكبر مزود وهي غير منتجة للنفط في الحقيقة، مستوردة للنفط، كان يذهب إلى الكيان الصهيوني. والتفاهم هل كان التفاهم مع جهات عراقية بين الكيان الصهيوني وبين جهات عراقية أو غير عراقية؟ لكن أنا أقول لك مستندا على أرقام ودراسات وتحركات سفن شحن نفط تنقل النفط من ميناء جيهان إلى الموانئ الإسرائيلية.